هدوم الشاي بألف هنا. أنا مش هطول على حضرتك يا دكتور رؤوف. أنا كل اللي عايز أعرفه جدي اتقتل إزاي؟ أنا ما كنتش معه ساعة ما اتقتل ومعرفش اتقتل إزاي. أنا عارف إن حضرتك ما كنتش معه، بس حضرتك شفته هو مقتول. مين بقى اللي كان معه ساعتها؟ معرفش، ممكن تعرف من همام. هما مش اتهموا علي إن هو اللي قتله؟ الله يرحمه. يا ترى فعلا بقى علي هو اللي قتله ولا حد تاني؟ حتى ده كمان كان على يدي برضك. انت ليه جاي تسأل الأسئلة دي دلوقتي يا شيخ حسنين؟ عشان أعرف جدي اتقتل إزاي. مش مهم مين اللي قتله ولا مين اللي كان معه ساعتها، بس اتقتل إزاي؟ اللي أنا شفته قتيل مضروب رصاصة دخلت من الجنب اليمين في المخ وخرجت من الجنب الشمال، وتقريبا من مسافة قريبة جدا. من مسافة قريبة جدا. انت بتعملي ايه؟ مالكيش دعوة. انت بتكتبي جواب لحسنين؟ حاجة ما تخصكيش. طب هتديهوله ازاي يا فالحة وبابا قاعد؟ قلت لك 100 مرة ما تحشيش اللي مالكيش فيه. طب سؤال اخير، وان شاء الله حضرتك اكيد تعرف اجابته. هما ليه خلوك تعمل شهادة وفاة عادية؟ رغم يعني ان جدي اتقتل وماتش موتة ربنا. والله ما قالوليش على اسبابهم، ووقتها ما كنتش اقدر اسأل عن الاسباب. تمام. عموما الف شكر يا دكتور رؤوف، واسف على الازعاج مرة تانية. لا انت نورتنا يا شيخ حسنين. الله يخليك الله يخليك. بابا ماما عايزاك جوه ضروري. حاضر. بالاذن يا شيخ حسنين، اتفضل ثواني وراجع لك. تحت امرك. اتفضل اتفضل اتفضل. يلا اقرا الجواب ده بعد ما تروح. لو سمحت الورقه دي. دكتور رؤوف انا 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 ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه. شرفت يا شيخ حسنين، مفيش حاجه. انست وشرفت. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعالي تعالي هنا اهو. انا ما قلتش اربيكم. عادي عادي يا يا عمي. جيت في وقت مش مناسب. لا ابدا، احنا نايمين. رئيفه وامينه في اوضتهم، خش لهم. ازيك يا طنط؟ اهلا. ايه ده؟ بالشفا ان شاء الله يا حاجة. ما تزعليش مني يا جدة، مش قادر اكتم في نفسي اكتر من كده. السر اللي حملتهولي تقيل والامانة اتقل. انا كل ما اشوف جوزك قدامي
هفتكر اللي جرالك وعيط. ما بقتش قادر اقول له يا جد عكاشة. قلت له يا عم عكاشة. يا نهار ابوك طين. هتفضحني يا واد؟ تجننت؟ يا واد جوز جدتك ما هو جدك وعبعاطي ابن انا اللي خلفته وانت ابن. معلش يا جد سيبيني بس شويه عقبال ما اتعود على الوضع الجديد. هو يا اصل ده ما تمسك نفسك كده امال. ده انا اللي اسمي وليا شلتها في قلبي وعمري ما قلتها. امسك نفسك كده وحسك عينك تاني مره تقول يا عم عكاشه دي عكاشه جد عكاشه جدك. فاهم؟ فاهم خلاص. جد جد عكاشه. قول يا واد هو ابن عظيمه سمعني وانا بحكي لك. حسنين في حد غيره جاي النهارده؟ لا. وليه بقى؟ ما تفوق كده وتصحصح وتركز. حاضر. طب انت لما روحت الدار حسيت بحاجه كده ولا كده؟ ما قابلتوش ولا شفته ولا قابلته. وبعدين انت فاكره ان حسنين لو كان سمعنا كان هيسكت؟ ده كان هيروح يقول لهمام على طول، وساعتها بقى همام هيقوم معلق جدي وامي عقبال ما نوصل. فدي عندك حق. بالك يا واد يا جابر النبهة اللي بتظهر عليك ساعات دي تبع حسنين همام مش بتاعت عكاشة خالص. بصراحة يا أمينة دي جراءة فائت. والله انت يا بتاعت البندر اللي بتقولي جراءة فائت. طب ما انت وسامر شاكر كنت كل يوم بتقابلوا بعض، يا هو عندك في بيت جدك يا انت عندهم في القصر. ساعتها ما كانتش جراءة ولا عشان يعني ما هو مسافر نسيتي الجراءة؟ ايه خلاص انت مش لاقي غيري قدامك. بعدين انا وسمير وضعنا مختلف. ازاي بقى يا حبيبتي وضعكم مختلف؟ كان التسبيل عندكم واخد شكل افقي وعند بقيه الناس وضع راسي. انت الخرطوم اللي خدتيه على بقك واضح انه اثر على نفوخك. هاتي. لا بجد ازاي وضعكم مختلف؟ مش لما كل واحد فيكم حب التاني راح صرح له؟ هو صرح لي واتفقنا وحبيت حبه ليا. ماشي وانا كمان كنت عايزه اصرح لحسنين. ايه المشكله يعني؟ انا رايحه مشوار انا وابوكي. قاعده يا نوره شويه ولا مروحه؟ قاعده شويه يا طنط. براحتك البيت بيتك. سلام عليكم. حسنين اخوك بهدلني. يا حسنين يا ابني مالك يابا؟ ده كان ناقص يضربني. يضربك؟ يضربك ازاي وهو فين؟ ومرزي فوق. انت ازاي تتجرأ على ابويا كده؟ امشي من هنا دلوقتي يا ابني. انت واحنا بنشحت منك؟ اتكلم مع اخوك عدل. انتوا عايزين ايه؟ امشوا اطلعوا من هنا انتوا الاتنين دلوقتي. يلا. انت فاكرنا في ملكك ولا ايه؟ لا فوق كل حاجه هنا النص بالنص. قول لي بقى انك جاي انت وابنك البلد دي عشان تنصصه. كلم ابوك باحترام ولا محدش علمك كده؟ وبعدين ايه؟ انت عايز تكوش على كل حاجه؟ جدي زي ما هو جدك، يعني انا ليا هنا زي ما ليك بالظبط. حلاوتك حلاوتك يا شيخ يا ابو سجاده. اظهر وبان عليك الامان. بطل بقى الاسلوب السوخ اللي انت بتتكلم بيه ده، واتكلم بطريقه احسن من كده شويه، ولا عيشتك مع البلطجيه والسوابق خليتك راجل قليل الربايه. هتعمل عليا واعظ انا كمان؟ اوعى هتموت اخوك. اوعى اوعى من عليه. اوعى يا واد اوعى من عليه. اوعى اوعى يا ناس هون انا. اوعى